ازاي نستغل بهجة العيد، ازاي نحول البهجة لحاجة نستفيد منها وفي نفس الوقت تفضل معانا على طول، لانه للأسف السوشيال ميديا بقى مصدر للإزعاج، الشائعات، الأخبار المحبطة. ازاي نقدر ان احنا ما نتأثرش بكل الأحداث المحيطة بينا، لانه اكيد في مننا كتير جدا اكيد مر بحالات حزن، فقدان أشخاص عزيزة علينا. ازاي الواحد يقدر ان هو يطلع من وسط الأحزان فرح وسعادة ورضا، لأنه الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر كمان أمرنا إن احنا نفرح ونكون سعداء ونكون راضين، بالذات في العيد، العيد فرحة. الأستاذ عبد الرحمن عمر الباحث في علم النفس بينضم إلينا عبر زوم. يا عبد الرحمن ازيك؟ كل سنة وانت طيب. أهلا بمجاعتنا الملهمة وانت طيب وبألف خير. يا عبد الرحمن، العيد فرحة ولكن في وسط الأحزان، في وسط الأحداث أو الأخبار اللي ممكن تكون كئيبة شوية، إزاي نقدر إن إحنا نطلع من وسط الأحداث دي فرحة، سعادة، نستغل بهجة العيد، نستفيد من هذه الأيام المباركة، نعمل كده إزاي؟ أولاً برحب بيكي وبضيوفك الكرام وبكل المشاهدين الرائعين، ويا رب كده يبقى عيد سعيد على الجميع وكل الناس كده في حالة بهجة وسعادة ونور. طبعا في البداية أي إنسان عايز يبقى سعيد، عايز يبقى مستمتع، عايز أقولك إن ده قرار داخلي بنسبة 99%. السعادة بتبدأ من جوه، وعلشان السعادة بتبدأ من جوه ربنا أصلا وضع لنا عواميد في حياتنا علشان منها ناخد البهجة، سواء كنت غنية، كنت فقيرة، كنت مبسوطة، كنت حزينة، في أشياء ربنا وضعها بسيطة جدا تخدم منها البهجة. من ضمن الحاجات البسيطة دي اللي الناس البسطاء بالفطرة بيعملوه في كل عيد يا خلود، إن هم بيخرجوا للحدائق. عارفة لما ربنا وصف الحدائق اتكلم عنها ازاي؟ قالك حدائق ذات أحجام، يعني الحدائق اللي ربنا وضعها في كونه الأخضر اللي بنشوفه، والحدائق اللي الناس تلقائي ببساطة بتروح تقعد فيها في أيام العيد والأيام اللي فيها أعياد جميلة دي لوحدها بتخلي الإنسان يبتهج. يعني تخيلي أنت قاعدة في حديقة كده وحواليك زرع وحواليك نبات، ده لوحده يخليك مبتهجة بغض النظر عن كل الأحداث اللي بتحصل حواليك. إن أنت بس تاخدي قرار انا رايحة النهاردة عايزة احصل على البهجة، بمجرد بس ما حطيت النية دي، سيدنا محمد يقولك انما الاعمال بالنيات، اول ما تحط النية وانما لكل امرئ ما نوى، تبدأ النية بتاعتك تتحقق مباشرة، فيبدأ الاحداث اللي انت بتتفاعلي معاها والاشخاص اللي انت بتتفاعلي معاهم يبدأوا هم كمان يحطوك في الدايرة وفي الزون بتاعت البهجة، فما تلاقيش حدث بيحصل في الخارج يضايقك من جوه، انت من جوه حاسه ببهجه تلقائيه، حاسه ان انت مبسوطه تلقائيا، حاسه ان انت انا سعيده، انا حاسه ان انا ممتلكه الدنيا وما فيها. فمفتاح السعاده ان انا اؤمن ان انا من جوه لو انا نويت ان انا اكون في حاله بهجه مفيش شيء في الكون هيقدر يعلقل هذه البهجه. يعني هنا كلمه السر يا عبد الرحمن النيه. أول مزبوط. كل حاجة، أول كل شعور هو النية، نيتك من جوه صحيح. أو استعدادك إن أنا لا أنا يعني اخترت إن أنا أكون سعيد راضي مبسوط. ولكن خليني أقولك إن ممكن بعض الناس تكون مرت بأحداث ألمتها، فقدان ناس مثلا عزيزة عليها، أو أي مواقف اتعرضوا ليها ولسه متأثرين منها. أطلع إزاي من الحالة دي عبد الرحمن؟ أطلع إزاي من المود ده؟ لأنه خلي بالك في ناس بتحب قوي إن هي كمان تفضل موجودة في المود ده. صحيح، أغلب الناس بتحاول إن هي تعلق الشماعة على الأحداث وعلى الظروف، مع إن هي في العمق هي عارفة في صراع داخلي كده، طب أنا احاول اخرج من اللي انا فيه ولا انا عاجبني حالي والناس بتطبطب عليا؟ اصل الطبطبه ان حد يجي يطبطب عليك ويقول لك ما تزعليش ومعلش، ده احتياج من اعلى ومن افضل الاحتياجات اللي الانسان ممكن يحصل عليها، ان انا اجي اطبطب عليكي بس واقول لك معلش ما تزعليش ما تحزنيش. طب ايه رايك بقى ان انا علشان اخرج من الحزن محتاج ان انا اؤمن ان الاحتياج بتاع الطبطبه ده احتياج طبيعي، مش شرط يحصل لي
وانا حزينه. فاكره لما ربنا اتكلم عن سيدنا موسى قال لك ايه؟ فانك باعيننا. يعني في طبطبه اكبر من انت، ربنا يقول لك انت في عينيا. عارف لما بقول لك مثلا انا عايز منك يا خلود بعد اذنك الحاجه دي، فانت تقولي لي عينيا انا مش هسيبك الا لما اوصلك للحاله دي. ليه احنا رابطين بقى ان انا عشان اطلب حاجه واخد اهتمام، انا احب اسميها كده بشحت الاهتمام، ان انا لازم اكون متضايق وحزين ومن جوه حاسس ان انا لو انا ما وريتش للناس ضعفي وانكساري مش هيدوني الطبطبه والحنان اللي انا محتاجهم. ده اول قناعه داخليه تخلي الانسان عايز يعيش في حاله الضحيه علشان يحصل ايه؟ يحصل على الاهتمام. عارف حل المشكله دي ايه؟ ببساطه ان انا اؤمن ان الاهتمام والطبطبه والحنيه بتيجي اضعاف مضاعفه للشخص اللي بيبدا يستشعر من الداخل ان هو قوي بالقدرات اللي ربنا قوى بيها. الدنيا كلها ساعتها تيجي تطبطب عليكي وتديكي هذا الشعور اللي انت من جواكي وفي قرارة نفسك مش عايزه تخرجي منه علشان عاجبك حاله الطبطبه وحاله المسايسه اللي الناس بتعاملك بيها. معلش ما تزعليش، إيه انت هتبقي احسن. ليه دور الضحيه ده صعب قوي قوي الصراحه؟ يعني صحيح، ما هو انت كل ما عشتي دور الضحيه اكتر كل ما نفسك طلبت اهتمام اكتر وحصلت عليه. فاحنا عندنا وثقافتنا وتربينا، حتى الامهات كانوا بيبتزونا كده من واحنا صغيرين، لو ما عملتش دي انا هزعل منك. صحيح، لو ما عملتش دي هي عايزه مني ايه؟ عايزه مني اهتمام، بس عايزاني اديهولها وهي في حاله سلبيه. ليه؟ ما تخلي كده الاهتمام يتاخد في الحاله الايجابيه، في حاله ان يكون الاهتمام في اعلى درجاته، ساعتها تاخدي على الاهتمام صح. علشان كده في طريقه احنا بناخد بيها الاهتمام صح، وفي طريقه احنا بنشحت بيها الاهتمام. عارفه الطريقه اللي بناخد بيها الاهتمام صح؟ لما بيبقى الشخص اللي قدامنا بيدينا الاهتمام علشان هو عايز يهتم بينا، مش عشان احنا صعبانين عليه. اول ما تصعبي على حد اعرفي ان انت بتشحتي منه مشاعر، والمشاعر وده هيأثر عليا، هيأثر على نفسيتي بعد كده. يعني فكرة ان انا احساس ان انا عايزة اشحت الاهتمام من حد زي ما انت بتقول، ده بيأثر عليا بعد كده لما الشخص اللي قدامي يبطل يديني الاهتمام ده. طبعا، ما هو ده في على المدى البعيد هيحصل ايه؟ هيحصل تعلق بالاهتمام من هذا الشخص حصلا. فايه اللي يحصل؟ هتبقي متعلقه بهذا الشخص، لما يقول لك كلمه حلوه نفسيتك تبقى في السماء، لما يبعد عنك شويه او يعمل موقف يضايقك نفسيتك تبقى في الارض، كانه هو السورس والمصدر اللي انت بتشدي منه الحاجه الحلوه. واحنا عندنا كمؤمنين بسيدنا محمد مصدر السعاده والفرح والبهجه هو مين؟ هو ربنا. صحيح. لو انا طلبت من غيره وخرجت هو بره المعادله بيني وبين الاخر، ابقى انا كده حرمت نفسي وتعلقت بشخص وسبت ال 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 الاله العظيم اللي هو بيديني كل حاجه وبيمن عليا في كل حاجه، ورحت طلبت الحاجة البسيطة دي من حد بسيط زي بالمناسبة يا عبد الرحمن، ده يخليني بقى أسألك السؤال اللي دايما بيتسأل، الاهتمام بيطلب ولا ما يطلبش؟ أنا شايفة أنه الصراحة الاهتمام بيطلب، لكن أنت دلوقتي اتكلمت في نقطة مهمة، يعني أنا أطلبه وأنا في حالة مش سلبية، في حالة إيجابية، إنه أنا محتاجة مثلا من هذا، أنا تمام مستغنية بنفسي وسعيدة وراضية، ولكن أحب الشخص اللي قدامي يهتم بيا، سواء أصدقاء أو زوج أو أيا كان، أو أم أو أب، أنا أحب مثلا إنه الشخص ده يهتم بيا بالشكل ده. أنت بقى مع الاهتمام بيطلب ولا لأ؟ الله يفتح. انت بسؤالك جاوبتي وسالتي في نفس ال ايوه، انا احب اوضح وجهه نظري علشان تبقى بس معايا في نفس الخط. ممتاز. اقول لك على حاجه حلوه قوي، هو في حاجه في الكون ما بتطلبش؟ عشان الناس اللي تقول لك انا ما بطلبش الاهتمام، انا الاهتمام يجي، لا، كل حاجه في الكون بتطلب. عارفه حتى مين اللي هو اصلا يعلم ان انت محتاجه له؟ حتى ربنا دعاء. قال لك لما تكوني عايزه حاجه ايه؟ دعاء. طب سيبيها وانا هجيبها لك لوحدها. وقال ربكم ادعوني، بطلب اهو، ادعوني استجب لكم. ده انا لما اكون عايز حاجه بالاله اللي حاسس بيا
وعارف اللي جوايا وعارف انا محتاج ايه اكتر مني، بيقول لي لما تحتاج حاجه اطلبها. طب تخيل لما اروح اطلب، او انا عايز حاجه من، انا مثلا انثى وعايزه حاجه من جوزي، لا هو هيفهم لوحده، مش لازم اطلب. عمره ما هيفهم. كل حاجه عمره. في الكون بتطلب. بس الزتونه فين بقى؟ ازاي اطلبها؟ زي ما انت قلت بالظبط يا خلود، انا لما اطلب الحاجه من باب الضعف والمسكنه باخدها في اسوأ احتمال ليها، لكن لما اطلب الحاجه انا لازم ابقى طلباها وانا حاسه ان انا الهي مكفيني. ساعتها الشخص اللي قدامك يديلك عينيه. اطلبها ازاي؟ انت بتطلبي وانا بتطلبي. السؤال بقى اطلبها ازاي؟ مفيش حد بيطلب يعني لا اكيد انا متضايقه، انا متضايقه علشان كذا وكذا وناقصني كذا كذا، فاكيد اي حد هيطلب حاجه من حد هيبقى متضايق في مود مش لذيذ. قول لي بقى هنا نطلبها ازاي؟ عشان اطلب لازم الاول، وخلي بالك من المعلومه المهمه قوي 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 دي، لازم تبقى الدرجه اللي بطلب منها تساوي الدرجه اللي عايز اخد منها. بمعنى ايه؟ انا النهارده حاسس بنقص ماشي، وعايز حاجه فيها زياده، زياده في المشاعر، زياده في الحب، زياده في القوه. اقعدي اطلبي، انت في درجه اهو، في درجه الضعف وفي درجه الانكسار وعايزه قوه، اقعدي اطلبي من هنا لبكره مش هتاخدي اللي انت عايزاه. لازم الاول تطلعي درجه علشان تتساوي بالحاجه اللي انت عايزه تطلبيها، وبعدين تطلبيها تحصلي عليها فورا. بمعنى فانا لازم الاول اتعلم ان انا اكفي نفسي، وبعدين اطلب من الاخر يزود لي من الحاجه اللي انا مكتفيه منها. تخيلي المعادله عامله ازاي؟ مش انا بطلب من نقص لزياده مش هتيجي، لكن انا لازم الاول قانون الاكتفاء يتفعل عندي، واللي هيجي لي ده يبقى زياده يزود من الحاله اللي انا عايشاها، من الحاله اللي انا حساها. لكن انا حاسه بالفقر بطلب غنى مش هغتني. لازم الاول ابقى حاسه، يعني مثلا ده مثال عملي جميل جدا. انت النهارده ربنا اغناكي بعينين، اغناكي برجلين، اغناكي باشياء مش موجوده عند غيرك، واغنى غيرك باشياء مش موجوده عنه، صح كده؟ فانا النهارده ببص للحاجه اللي انا فقيره فيها وربنا مش مغنيني بيها واروح اطلبها من الاخر، ده غلط. امال اعمل ايه؟ اشوف الاشياء اللي ربنا اغناني بيها واستمتع بيها واقدرها، ساعتها اروح اطلب الغنى في الحاجه اللي مش عندي تيجي لي فورا. انت تقصد يا عبد الرحمن انه لازم الواحد يتعلم ازاي يكون مكتفي او مستغني الاول، وازاي يسعد نفسه. يعني لازم الواحد يتعلم ازاي يسعد نفسه حتى بابسط الاشياء، وبعد كده ممكن ان هو يعني يطلب، او انا محتاجه، او مثلا علشان ازود سعادتي. بس قبل ما اطلب الحاجه لازم اكون حاسه بيها قبل ما اطلبها. صح. لازم يكون عندي جزء منها. لازم يكون عندي جزء منها، بس ما يبقاش الشخص اللي قدامي هو المصدر الحاجه الوحيده ليها. صح كده؟ أيوة. انا فهمت ده صح. دي الخلاصه. الله يفتح عليكي. بالظبط كده. ما ينفعش يبقى انا فقير لحاجه واطلبها من شخص، لا انا الفقير فقط لله. عشان كده ربنا يقول لنا في القران ايه؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله فقط. صحيح. فانا لما هو يشبع لي الفقر اللي عندي اروح اطلب الغنى من اي حد، انا خلاص مشبع. بالمناسبه انت اتكلمت كمان في نقطه مهمه جدا يا عبد الرحمن، اتكلمت في نقطه التعلق، وانه انا لو فضلت معتمده على ان انا اخد مشاعر او حسيس من اشخاص بعينها، ده ممكن يؤدي بيا الى ان انا اتعلق بهذه الاشخاص، وبالتالي بعضهم عني او فقدان المشاعر دي هيسبب ليا الالم. هنا خليني اتكلم عن التعلق المرضي. ازاي نقدر ان احنا نستغل بقى الطاقه اللي احنا فيها، طاقه السعاده؟ الواحد بدا ان هو يتعلم ازاي يفرح، يطلع من وسط الاحزان الاحزان شعور بالبهجه الرضا. ازاي بقى اقدر ان انا اتخلص من الاحساس ده، اتخلص من التعلق المرضي؟ حلو. خلينا نتفق ان التعلق المرضي هو تعلق بيسحب من طاقتي ومن طاقه اللي انا متعلق بيه. فبعد فترة اللي أنا متعلق بيه ده هيحس إن أنا بالمصطلح المصري العامي الجميل إن أنا بشفطه. فأول ما يحس إن أنا بشفطه يهرب، يبدأ يبعد عني. يجري. بالظبط كده. الله يفتح عليكي. يهرب. هيبدأ يبعد عني ويهرب، ويحس كل ما أنا أكلمه في التليفون أو إن أنا أطلب إن أنا أقابله يحس إن أنا بقيت لود عليه.
اللود ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا مخلياه هو المصدر اللي بيسبب لي البهجة والسعادة. الحل الحصري والحاسم مش ان انا احاول اتخلص من التعلق بالشخص ده، لا، ان انا اخلي لي امور اخرى ابدأ اخد منها اللي انا باخده من هذا الشخص. ساعتها الشخص ده هو اللي هيجي يديلك اللي انت عايزاه باحسن طريقة اول ما تطلبيه، بعد ما كان بيهرب منك. احنا الغلط اللي احنا بنقعد فيه ايه؟ ان احنا بنوحد الناس. هو الوحيد الواحد هو الله، فانا ما ينفعش واحد يبقى مصدر الامان بتاعي، واحد يبقى مصدر الفلوس بتاعتي. لازم اعدد المصادر اللي باخد منها حب. انا باخد حب من ماما، باخد حب من بابا، باخد حب من زوجي، باخد حب من عيالي. ما يبقاش ليا مصدر واحد ونوع واحد من الحب وببدا اروح اشحته عشان اخده، اتخلص منه بان انا ابدا ان انا اشغل نفسي، اغير تفكيري، اعقد النيه. بالظبط، اعدد المصادر اللي انا بستقبل منها. ساعتها التعلق المرضي ده هيبدا يقل تدريجيا، لان الحياه اللي احنا عايشينها هي حياه معتمده على الموازين، فمن خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. الميزان اللي انا بركز عليه وبتقله هو اللي بيتقل وبيديني اللي انا عايزاه. والناحيه الثانيه الميزان الثاني بيخف. احنا بنعمل ايه بقى؟ لما بنيجي عايزين نغير حاجه بنبدا نركز عليها. اول ما نركز عليها كده الميزان بتاعها هينزل ولا هيخف؟ هيثقل ولا هيخف؟ هيثقل. فاللي انا عايزاه هيبعد اكتر. لا، صحيح. اللحظه الحاسمه بالنسبه لي لما ابقى عايز حاجه اشوف الميزان العكسي بتاعها وابدا اركز عليه. هيبدا الميزان العكسي اللي مش عندي يتقل يتقل يتقل، كل ما يتقل درجه التاني يخف درجه، يتقل درجه يخف درجه، لحد ما ده يبقى التقيل وده الخفيف. ساعتها احصل على اللي انا عايزاه. يعني نصائح كده جميله في العيد، وبشكرك على طاقتك الحلوه دي. دايما بنقول انه الطاقه معديه، وطاقتك معدية يا عبد الرحمن. أنا بشكرك جدا على مشاركتك معنا، وكل سنة وأنت طيب وبألف خير يا رب. الأستاذ عبد الرحمن عمرو، الباحث في علم النفس، شكرا لك، نورتنا.